نبدأ طبعا بفرص الأهلي اللي تجددت في بطولة دوري الأبطال، وأنا قريت السيناريو ده من قبل مباراة القطن الأولى. الأصوات اللي كلها كانت بتتكلم على إنه الأهلي لازم يفوز بالأربع ماتشات المتبقية ليه عشان يضمن التأهل. أنا قلت لا، مش حقيقي، وإنه الأهلي عليه إنه يكسب ثلاثة على الأقل، بشرط طبعا تعثر واحد من الفرقتين أو هما الاثنين يخبطوا في بعض، وقد كان الاثنين خبطوا في بعض وتعادلوا بنتيجة 1-1، ودي النتيجة اللي خدمت النادي الأهلي. الهلال على مدار دور المجموعات إزاي شفته؟ لو حبيت نعمل تقديمه كده تلخص بيها حال فرقه الهلال قبل ما نروح للتفاصيل. الهلال السوداني الموسم ده اقوى نسخه ليه انا شفتها لهم من سنين. اعتقد فريق قوي معاه مدرب كويس جدا، فريق لدرجه ان هو تعب صن داونز ذهاب وعوده. على فكره بالرغم ان صن داونز تعادل معاهم في مباراه العوده، والناس كانت يعني بتقول ان هو ممكن الماتش يبقى صن داونز ضمن الصعود وكده، لكن اللي اتفرج على مباراه الذهاب اصلا صن داونز كسبان 1-0 بالعافيه. فالهلال السوداني فريق قوي، عمل قدامنا مباراه كبيره برغم ان احنا برده ما كناش نستحق الخساره. لكن الهلال السوداني اعتقد ان هو منافس قوي، ومباراه هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي بالرغم ان هي على ملعبنا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يعني هنقدر نستغل الفرصه اللي جات لنا تاني ونصحح المسار. واعتقد النادي الاهلي لما بتجيله الفرصه ديت ما بيفرطش فيها، ونقدر ان شاء الله نكسب الهلال السوداني ونصعد. البعض متخيل ان شاء الله باذن الله طبعا، بس البعض متخيل انه بما انه الاهلي عنده شخصيه البطل، وبما انه المباراه هنا في القاهره على ارضنا وسط جمهورنا، وبما انه الاهلي ملوش امل في التاهل غير الفوز، فبالتالي المباراه سهله او انه الفوز في المتناول. على الرغم من الحقيقه انه زي ما انت قلت يمكن هلال فقد الفرصة التاهل في ام درمان، لكن انا شفت الهلال خطر جدا، وبالذات في بدايه المباراه، وبالذات في التحولات السريعه من الدفاع للهجوم، شكل خطوره كتيره جدا لليبو اللي راس الحربه بتاعهم الكونغولي، جات له فرص كتيره جدا في المباراه لكن ما كانش موفق فيها. فشايف هل بتتفق مع وجهه نظر انه الاهلي قادر يحسم بسهوله، ولا شايف ماتش العوده او مباراه الجوله الحسم مباراه صعبه على النادي الاهلي؟ لا، مباراه صعبه جدا، صعبه جدا لصعوبه الموقف رقم واحد. رقم اتنين، الهلال السوداني بقى فريق قوي، وخاصة ان انت مفيش حل قدامك غير المكسب. فالموضوع النادي الاهلي مفيش اسم ما تحسبش غير على اثنين، خلاص هو المكسب مفيش غيره. فاعتقد ان النادي الاهلي يعني هيركز جدا، المباراة محتاجة تركيز، محتاجة ان احنا من اول مباراة ننزل ضاغطين على فريق الهلال السوداني. عندهم مشاكل كتيرة بالرغم ان عندهم زي ما انت قلت يا احمد عندهم تحولات هجومية خطيرة جدا، عملوها مع صن داونز في مباراة الذهاب وعملوها في مباراة العودة، وقدروا حتى يستغلوها وجابوا ضربة يعني ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة وضاعت. فالهلال السوداني فريق خطر. عندهم مكابي طبعا احرز هدفين في القطن الكاميروني، وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان هو من اخطر لاعبي الهلال السوداني، لعيب سريع ولعيب جناح، واحرز فينا هدف في بطوله السنه اللي فاتت. هو احرز فينا هدف برضه، بس الاهلي كان كسب الهلال السوداني برضه. فاعتقد ان مكابي ده اخطر لاعب في الهلال السوداني، هنتكلم عنه بالتفصيل. ظهر الهلال في دور المجموعات 5 مرات، اعتقد ادونا فكره كافيه عن الفريق. الهلال اللي كان بالنسبه لنا مجهول، اتكلمنا طبعا معاكم في السادسه وقلنا لكم على التدعيمات وعلى انه شكل الكره في السودان هلال ومريخ بتتغير، وان هم مهتمين جدا الموسم ده وهيظهروا بشكل، انه الهلال والمريخ كانوا موجودين معانا برده في دور المجموعات السنه اللي فاتت النسخه اللي فاتت، ولكن الهلال السنه دي اعتقد قدم اوراق اعتماد انه مش نفس الهلال اللي كان موجود معانا، واعتقد انه فريق ليه كل احترامه، انا بتكلم كوره طبعا، فريق لازم تعمل له مليون حساب، ولازم تدرس وتذاكر كل نقاط قوته وكل نقاط ضعفه. تعالوا نشوف ال5 جولات دول. احمد مصطفى جهز لنا كده قرايه كامله عن فرقه الهلال، اهم لاعبيه، اهم نقاط ضعفه، اهم نقاط قوته. ده الطريقه طريقه اللعب بيلعبه على الورق 4-2-3-1، ايوه، لكن في الملعب بتتحول الطريقه ل 4-1-4-1 او 4-5-1، لان هم بيلعبوا دايما على التحولات الهجوميه. هو ظاهريا اخطر لعيبه فيهم محمد عبد الرحمن ومكابي وفابريس نجومه، دول بيلعبوا في الخط الهجومي بلا مركزيه، مفيش حد ثابت. هو على الورق ممكن مكابي هو الفيرود، واعتقد هو احرز 3 اهداف في دور المجموعات، لكن لا مركزيتهم في التنوع في التحرك ده خطر جدا على النادي الاهلي. ابو عقله ده اعتقد هو لاعب كورته كويسه، لكن هو بيتحول في طريقه اللعب للاعب بيتحول لرقم 6 والكره مع النادي الاهلي او حتى مع المنافس. فدي طريقه اللعب لو نقدر نتكلم عليها. نبدا بنخش على نقط الضعف بتاعت نادي الهلال السوداني. حارس مرمى ايه الحقيقه؟ حارس مرمى ده هو اكبر نقطه ضعف. يعني انا كنت لسه هقول لك في مباراه حتى صن داونز الحقيقه كرات كتيره جدا اساء التعامل معاها، وكان ممكن جدا لو انت عارف لو صن داونز بيلعب المباراه دي بحسابات التاهل
يعني لو هو ممكن يخرج لو اتعادل او لو خسر كنت هتشوف مباراه ثانيه خالص وسكور ثاني خالص في مباراه ام درمان. فده طبعا بص انت لسه بتتكلم حارس المرمى عنده مشاكل، سان داونز احرز فيهم، هم دايما فريق الهلال السوداني بيلعب 4 5 1 وبيقفلوا دايما العمق. فسان داونز اصلا ميزته كلها ان هو بيخترق من العمق، فما قدرش الهلال السوداني ما قدرش سان داونز يخترق الهلال السوداني، فبدا يتجه للتنوع بالتسديد من خارج ال 18، وده حصل في الهدف اللي احرزوه في جنوب افريقيا، هتقع من حارس المرمى، واكيد مدرب سان داونز مذاكر جدا فريق الهلال السوداني لان هو عارف ان حارس المرمى ابو 20 مهزوز شويه، وده هيحصل في الهدف اللي هيحرزوه في مباراه الذهاب ومباراه العوده اللي كانت من يومين. بص تخش على الحلقه اللي بعدها. هنا في مباراه الهلال وسان داونز في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا مظبوط، بص اللا مركزيه، بص سوء التمركز سوري في فريق الهلال السوداني، عندهم سوء تمركز غريب جدا، واقفين كلهم برغم ان هم عندهم اطوال كبيره جدا في خط الدفاع، لكن هم بيتمركزوا اغلب الوقت غلط ودايما بيبصوا على اللاعب اللي معاه الكوره، فممكن عشان تضرب الفريق اللي بيتمركز غلط ده اللعيب دايما او بيقولوا القادمون من الخلف، اللعيب دايما اللي مش متراقب. فاعتقد ان اللعيبه اللي في نص الملعب مع النادي الاهلي، وهنيجي نتكلم عن النادي الاهلي فهنتكلم، هيبقى ليهم دور مهم جدا في اختراق فريق الهلال السوداني. نكمل الحلال. بص ابو 20 ده ماتش العوده، ده ماتش العوده ده ماتش. بص الكره سهله جدا هتقع من ايده. ايوه فده يبين قد ايه هو حارس، هو عنده كمان مش بس في التعامل مع الكره لكن عنده مشاكل في التمركز وتوقيتات الخروج، اوقات كتيره جدا كان بيخرج في توقيتات غلط، وده كان هيكلف فريق الهلال. ومعانا حاله دلوقتي هدف. هنشوفها دلوقتي، هو فعلا بيطلع غلط هنا الجون، ده الهدف طبعا. الجون طبعا بص هتقع من ايده برده، الكره اصلا مش قويه خالص. أيوة. وقعت من ايده بطريقه غريبه، وحتى هنا جول كيبر في كره زي دي بيتهيألي انه بيطلع يعني يطلع كره بره الملعب احسن واسهل حتى وامن قرار ممكن تاخده، لكن هو رجعها جوه الملعب وكانت سبب في هدف. وكمان رد فعله بطيء، يعني حتى لما صد الكره حتى رد فعله بطيء، بص المساحه ضيقه جدا كان ممكن يقدر يصدها تاني، لكن هو بطيء جدا في رد فعله. أيوة. فقدر سان داونز يحرز منها الهدف الاول. لنخش على الحاله اللي بعدها، ده الهدف. هنا قلنا سوء التمركز بتاع خط الدفاع. بص سوء التمركز ده ماتشين احنا في السودان، ده ماتشين احنا في السودان. الكره دي حسين الشحات لو كان جرب اول المباراه طبعا، الكره اللي كانت تغير السيناريو وده السيناريو الافضل مع الهلال السوداني. الهلال السوداني فريق عنيف جدا، بتتكلم على ثلاث لعيبه جوه البوكس. بص محدش ماسك حد، محدش ماسك حد خالص. يعني غريبه جدا، يعني سوء تمركز غريب. واعتقد ان الهلال السوداني من الفرق ان انت لازم تدخل فيهم هدف في اول ربع ساعه. لان هم لعبهم عنيف جدا وعندهم خشونه زايده، وعشان كده سان داونز والحكم ساعدهم على الخشونه دي في ماتش سان داونز بصراحه. وعشان كده اي فرقه بتلعب كوره زي سان داونز وحتى النادي الاهلي بيتعبوا معاهم جدا، لان هم بيعتمدوا دايما على القوه والضرب والخشونه الزايده. يعني دي سوء التمركز هنا. بص طلوع خاطئ جدا من ابو 20 لسه انت بتتكلم معانا دلوقتي، فبرضه كان ممكن يكلفهم هنا سوء التمركز. بص لاعب سان داونز في السكس يارد مفيش حد ماسك خالص، هما الاثنين بصراحه محدش. بص كام لاعب من الهلال السوداني بيبص على اللاعب اللي معاه الكوره. هنا ده القط، لاعب القطن الكاميروني. بص هنا بيقول لك قد ايه خط سوء التمركز ايضا، وغير كده خط الدفاع بتاع فريق الهلال السوداني ضعيف. هنشوف لاعب القطن كمان هيقعد يعدي واحد واثنين، وهنا يبين ان في فرق في الامكانيات ما بين الهلال السوداني وبين حتى يعني برغم ان امكانيات القطن كمان ضعيفه لكن متواضعه لكن قادر انه قاعد يعدي وكده. احنا طبعا عندنا امكانيات اكبر منهم. نمرة سبعة اللي في القطن ده انت كنت كلمتني طبعا، ده هو اللي جاب الهدفين في ليهم في القطن كمان، اخطر لاعب فيهم. ايوه هنا طبعا دي حالات حارس المرمى طبعا اللي احنا حارس المرمى ده هدف سان داونز في ده. هنا بص الكره من ديانج كان لعيبه في الماتش الذهاب. أيوة. برضو كره عاديه جدا وقعت من ايده، هو ما بيمسكش اعتقد الكره تقريبا، مفيش كره عاديه. بص بيمسك، بص دي وقعت من ايده برضو. بص كام كره وقعت من ايده، فيبين قد ايه هو حارس مهزوز. طيب. ده دي نقطه حارس المرمى اللي بص الجون ده الكره في ايده. أيوة. ومتشطه مش قويه دخل الجون. فعندهم انا اعتقد ان هو اكبر نقطه ضعف في الهلال السوداني ومدرب سان داونز باين جدا ان هو كان مذاكر فريق الهلال السوداني جدا، لان هو في المباراه بتاعتهم في الذهاب قعد طول المباراه اغلب الوقت اي لعيب من اي مكان في الملعب بيشوط. فدي كانت باينه جدا ان هو مدي تعليمات ان الحارس بتاعهم حارس مهزوز وحارس ضعيف جدا. فالنادي الاهلي لازم يستغل ضعف حارس المرمى ابو 20. هنا طبعا
نقطة القوة. ايوه نقطة القوة طيب. طبعا معلش قبل ما اروح لنقاط القوة خلي الكادر معانا او تعالى يعني نرجع لمصطفى تاني. هل غير حارس المرمى في فريق الهلال هل دي نقطة ضعف الوحيدة ولا انت شايف ان لا عندهم سوء تمركز في خط الدفاع هي دي اكبر مشكله، سوء التمركز في خط الدفاع، وهم دايما اللي عندهم مشاكل ما تقدرش تختار من على الاطراف، لان العمق صعب جدا تخترق فريق الهلال السوداني من العمق. النادي الاهلي لو فكر يخترق الهلال السوداني من العمق هيقابله مشاكل كبيره جدا، هيبدا يخش في صدام مع اللعيبه ويبدا في التحامات، فالنادي الاهلي مش من مصلحته ان هو يخش في التحامات.